حصيلة ضحايا الفيضانات في مدينة درنة بليبيا تتجاوز 11,000 قتيل، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. الرباط تؤكد أن زيارة ماكرون للمغرب ليست مدرجة في جدول الأعمال. الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يتوقع حربا طويلة الأمد في أوكرانيا. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. تجاوزت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة شرقي ليبيا 11,000 قتيل حسب ما أعلنت الأمم المتحدة، مضيفة أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام مع مواصلة أجهزة الإسعاف بمساندة فرق أجنبية عمليات البحث عن آلاف القتلى والمفقودين بعد أسبوع من الكارثة. وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالاستناد إلى أرقام الهلال الأحمر الليبي إن 10,000 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في درنة. أكدت السلطات المغربية أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة، وذلك بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن ماكرون تلقى دعوة رسمية لزيارة المملكة، وكان المغرب قد أجل زيارة ماكرون مراراً العام الماضي، وشهدت العلاقات بين البلدين فتوراً في السنوات القليلة الماضية. حذر الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة فونكا الإعلامية الألمانية من حرب طويلة الأمد في أوكرانيا. وبشأن طموحات كييف للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرغ إلى أنه ليست هناك شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضوا في الناتو دون أن يحدد توقيتا محددا لانضمامها. وصل أكثر من 65,000 أرماني من ناغروني غراباغ إلى أرمينيا وفق ما أعلنت ريفيان، وذلك بعد النصر الذي حققته أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة ضد المنطقة الانفصالية. وأمر الزعيم الانفصالي ناغروني غراباغ بحل جميع المؤسسات في الإقليم بحلول نهاية العام. في شمالي العراق أقيم قداس في كنيسة الطاهرة بقرقوش للصلاة على أرواح ضحايا الحريق، والذي أودى بحياة 100 شخص على الأقل بقاعة الأعراس في البلدة. وتقول السلطات أن الحريق نجم عن ألعاب نارية ومواد بناء سريعة الاشتعال. في الختام تذكير بأهم العناوين: حصيلة ضحايا فيضانات في مدينة درنة بليبيا تتجاوز 11,000 قتيل، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. الرباط تؤكد أن زيارة ماكرون للمغرب ليست مدرجة في جدول الأعمال. الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يتوقع حربا طويلة الأمد في أوكرانيا. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.